راويكم استكمال على نفس قضية انتشار المخدرات. شوفوا بنفس المكان شلون هالباصات اللي واقفة هناك في المهبولة شلون يتعاطون الخمر المحلي وشم الغاز اللي قاعد ينتشر، وللأسف البقالة قاعد تبيع السلندر الصغير، وللأسف إن بعض المراهقين يستخدمونه وانتقل، وهذه عادة جت من بعض الوافدين من الجالية الأسوية. شوفوا التقرير. هذا كله بطولة غاز هني مسوينها وكر حق التعاطي الباصات هذيلي. هذه القواطي مالت بطولة الغاز، امس بالليل هذا كله سكر، كله سكر. انت يجي صبح إيه؟ هذا كله موجود داخل مني إيه؟ هذا موجود كله داخل مني إيه؟ داخل فيه برا. انا شركه علين تسوي، انت تسوي تليفون شركه إيه. زين حلو، لازم انت تسوي تليفون شركه مشان يقول ايه. بعدين هو يقول انا ايجي ايه نفر داك ايجي علين ممكن ما فك كلين، لا يسوي كلين بابا، بس يجي الشركه مشان ما يصير انت إيه. مشكله. بعدين هو يقول انا ايجي بعدين كلين. شنو هذا هذا كله داخل باص. سكاره هذا يشرب هذا ايه. انا صبح ما بكلين، لا سوي كلين بس يجي شركه بابا احسن. شوفوا شوفوا يعني داشين الباص بدون علم راعيه ومسويين فيه طول الليل، مسويينه وكر لهم. وهذا مسكين وكاسرين له الجامه مالت الباص، الله يعين الريال ويا الشركه. طلعوا هذه بالمهبوله، كلها بالمهبوله يا ابو احمد. كسرين الباص من داخل، كسرين الباص من داخل. طالعوا شو مسوين له فيه، وهذه الجامة طالعوا شلون مسوين فيها، كسرينها بعد. لأنهم سكارة يتعاطون الغاز طول الليل وين دوريات الداخلية عنهم. منا إلى أخواننا في المباحث هذا.